يا أهل الدار لا فيكم عرب. يا مرحبا يلا نحيهم. يا مرحبا ومسهلا حي الله الشيخ غازي. جايب لك دلة قهوة حاط فيها سوبي يا حبيبي. يا محمد وين الترحيب صح يا محمد؟ يا مرحبا يا مقربة يا مرحبا عدد حبات الهيل يا الصنديد يا المحزن يا القفو يا المنديل يا المليان يا السنابي تفضل يا محمد على الترحيب الجزل هذا لك 1000 ريال باير الله وجهه. تعال 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 يا اخويا 1000 ريال شوف يا ابو باير هذا ايش ماخي عندك؟ لا لا يا صنديد يا المطنوخ ترى بجيب لك بعود هنا اجيب لك بعود. وتعرف البعود انا حاجزه فين؟ من فين؟ هو كده مسوي كده في بلاد الالعاب. اما العاب انه رياضي بما انه الاهلي هبط لازم نسال السؤال. انا اشوف في الطبخ يا محمد يا عمي يا الطبخ يا من الحلال والله نزل يا تقافي يا تقافي يا اجتماع يا تقافي صلوا على النبي اللهم صل عليه. اننا في الايام الفاضله العشر ذي الحجه ومعانا اسد الاوقاف الخيريه يا قلبي يا عم سمير يا قلبي نبغى سؤال ديني. سؤال ديني بس بجيب سؤال ديني حراق بما انكم ما شاء الله كل منكم حافظ القران الكريم. اذا جبتوا حراق القهوه هذه حراق. بما ان العم سمير اختار سؤال اليوم يكون سؤال ديني السؤال عليه 1000 ريال تتحول بشكل فوري. الله السؤال يقول يا رب اجيب لو سمحت ممكن تبدا من عندي. تبغاني ابدا من عندك؟ ايوه ابدا من عندي. انصحك لا خليك شويه نصيحه. طيب والله اجاوبها. السؤال يقول يرث الابن اباه بعد وفاته في كل الحالات لا يرث فيها الابن اباه ما هي؟ عندي. خلنا نبدا من عند الشيخ احمد. ها ها يا ابو عمر اصبر اصبر انا اعرف الجواب ممكن اقعد بدنا. لا لا ارجع ارجع وش يا حب للفلوس. لا انتوا هذا والله قوم متخرج من الجامعه اروح فين انا يا عم يا لازم اجاوب. اسمع عم سمير لحظه استريح استريح اذا جاء الدور عندك ابشر. اوقف استريح اوقف يا غازي اقول 1000 ريال وخلاص يا عمي. انا اعطيتك دوبني لقب وانت والله تستحقه. تسلم طالع عمرك والله تستحق واقول من اعماق قلبي يا كن في انا اني امين يا شيخ امين جزاك الله خير. وانا اوظف الجوهر والشقه. قلب يا عم سمير قلت لك امر الفلوس خلاص اجلس. وارجو ارجو ان انت الله اخذ امانته ما يورث الابن اذا قتل ابوه عشان يطمع في الفلوس او اذا كانت الديانه مختلفه. يا سلام لذلك طلعوا قاعده من